حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس من زلزال ينتظر العالم قد تتخطى قوته 8 درجات على مقياس ريختر، منبها من تحرك الأرض ببطء بين المريخ ونبتون. هوجربيتس أكد أنه كان أشار إلى هذه الهندسة منذ تشرين الثاني الماضي، حيث توقع نشاطا زلزاليا ضخما وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى 8 درجات بحسب مستويات الضغط التكتوني. تصريحات العالم الهولندي أقلقت اللبنانيين من إمكانية حصول زلزال مشابه لما حصل في تركيا يؤثر على حياتهم. من هنا طمأن الخبير الجيولوجي سمير زعطيطي في حديث للجديد أن لبنان بمنأى عما يمكن أن يحدث. هون التنبؤ أنه عم يحكي بده يصير، وهذا العالم هذا منه عالم زلازل ولا عالم جيولوجي، هذا دجل إيه واضح تبين من خلال الأحداث اللي صارت بتركيا مؤخرا وتنبؤاته اللي ما قالها أي أساس علمي. فالتنبؤ بالزلازل غير ممكن وغير هذا. الزلازل تهدد لبنان، شفنا يعني كانت تجربة 6 شباط بزلزال التركي اللي فاجأنا بقوته، انه 7.8 ريختر او اكثر شوي. هذا الزلزال وصل لعنا بيروت 5 ريختر حسب المرصد، 5 ريختر حسب اللواء محمد خير المسؤول الإغاثي، انه ما عملت لا دمار ولا تصدع اي بيت ولا اي مريض، يعني اي حدا انجرح فيت على المستشفى. ولكن كان الزلازل لها رجات وارتدادات إعلامية كتيرة شفناها لربط المشاهد بالوسائل التواصل وبالفضائيات. يأتي ذلك بعد زلزال كبير ضرب إندونيسيا في الساعات الماضية، بلغت قوته وفق المركز الأوروبي المتوسط لرصد الزلازل 7 درجات. وكان العالم الهولندي أكد في أحدث نشراته على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS أنه من المحتمل أن تؤدي الهندسة القمرية في حوالي 29 آب الحالي أي اليوم إلى زيادة النشاط الزلزالي، مشيرا إلى أنه في النظام الشمسي نرى هندسة الزاوية اليمنى الموجودة مع المريخ ونبتون، وأن هناك احتمال كبير تعرض لزلزال قوي في غضون 2 إلى 3 أيام. وعما إذا كانت الهندسات القمرية يمكن أن تؤثر على ما يحصل في باطن الأرض، قال زعطيطي: باطن الكرة الأرضية في مواد نووية مشتعلة تشتغل بشكل دائم، بتعطي طاقة حرارية رهيبة، بتذوب بصخور، بتعمل حمم بركانية موجودة بباطن الأرض عم تتحرك، لأنه كوكب الأرض كله بيتحرك، وعم بتخبط بالمواد الصلبة وعم تعطي موجات بنسميها زلزالية، لأنها موجات تنتقل داخل الصخور. هالموجات تنتقل إلى سطح الأرض عبر التشققات والتفسخات وبين الصفائح التكتونية اللي بترج. فإنه مبدئيا هون هذا الميكانيزم، هذا الفيلم كله اللي عم يصير بباطن الأرض، هذا شو له علاقة بكواكب اصطفت أو ما اصطفت وهندسة فضائية؟ هذا كله ما له عازي، هذا كله دجل. رغم أن هوجربيتس حذر من أنه يمكن أن نشهد زلزال قوي في 24 ساعة المقبلة، إلا أن ذلك يبقى رهن التوقعات، فلا أحد يعلم ما يمكن أن تخبئه القشرة الأرضية.